التزام من قبل المصلين بالشروط والضوابط الصحية المفروضة في البلاد، فمساجد الكويت تواصل استقبالها للمصلين في عدد من المناطق خلال العشر الأواخر لإقامة صلاة القيام. هو طبعا القرار جاء بالتعميم باستثناء بعض المناطق وبعض اللي يكثر فيها الحضور، فغالب مناطق الكويت الحمد لله سمح فيها. القرار أيضا جاء بتحديد وقت الساعة 12 بدء القيام، وأيضا لا يزيد عن نصف ساعة. واضح أن المقصود هو محافظة على الناس والتزام اشتراطات الصحية، وحتى لا يطول اجتماع الناس، حتى يعني يقللون أكثر ما يمكن من حالات احتمال انتقال العدوى. منع موائد الإفطار والسحور والمحاضرات والاعتكاف في المساجد مستمر لنهاية شهر رمضان، مع مراعاة المحافظة على النظافة العامة والتهوية للمساجد، هذا بالإضافة لعدم السماح بإقامة صلاة القيام في المناطق ذات الكثافة العالية. نحن لا نستطيع أن نعبر عن فرحة المصلين بهذا القرار الذي جاء بشرى وسعادة للناس بفضل الله عز وجل بفتح المساجد في رمضان، لما له من أثر كبير جدا على نفسيات الناس، وأيضا لما تنطلق من دعوات مباركات خلال كل يوم بفضل الله عز وجل. ندعو الله عز وجل أن يصرف عنا هذا الوباء وأن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين وعن هذه الجائحة أن تنتهي من العالم كله. ما أظن يحتاجون، أنا قلت لك أغلب الناس متقيدة، يعني قلت لك لا في حارس ينبه ولا في أحد مثل المجمعات التجارية أو شيء من هذا، فأنا قاعد أشوف أغلب الناس متقيدة يعني الحمد لله، حتى الإصابات شيء لا يذكر في المساجد، يعني حتى لو واحد يعني ينصاب يعني الحمد لله الناس فيها خير، تلقاه ما يجي المسجد حتى نفقده حنا، فيعني ما يحتاجون التنبيه يعني، وتخبر المسجد يعني أغلبها الناس إن شاء الله ملتزمة ومتقيدة إن شاء الله في الأمور هذه. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توصي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالصلاة في منازلهم. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.